بصفه عامه نلاحظ ان مجموعه ديال الاتفاقيات فيها نقص كبير للمعطيات، مما يجعل عمليه التقييم الاتفاقيه كاتفاقيه وايضا المتابعه من بعد جد جد صعبه. ولذلك فالمطلوب هو انه الاتفاقيه ان تكون تتضمن المعطيات الكافيه من اجل ان يتمكن المستشار من اخذ سميتو الموقف الصائب منها. المشاكل كنظن بانه مشاكل خصوصا في العالم القروي، كاين اشكاليه ديال الماء، كاين اشكاليه ديال الطرق، كاين اشكاليه ديال المرافق الصحيه والتربويه. هذا اشكال خصوصا في المناطق الهشه والعالم القروي، هذه مشاكل واشكالات يجب الانكباب عليها والدعم المالي لها، في عوض دعم بعض الجمعيات المغموره بسخاء كبير. على اي حال، حنا اول حاجه هو اللي كنطلبوا انه يكون وضوح وضوح ومعطيات سميتو كامله تمكن المستشار من لعب الدور ديالو كما يجب وكما يرام.